بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. أتينا هنا أنا وزملائي ومدير بابا بي تي في ماما تقولور ولا ماما دوبا إن شئت تقول هكذا. أتينا هنا لنلتقي رئيس الحزب برام ولدا والعبيد مع أواني، وفقد نريد أن نسأله بعض النقاط الذي يهمنا ويهم الموريتانيين جميعا. أول سؤال يعني أريد أن أسأله برام، أريد أن أسأله متى ولد و يعني وأين درس وما شابه ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا برام دعبيد، ولدت سنة 1965 في داغانا موريتاني في جزر المحمين في مقاطعة راسو، وتعلمت الإعدادية والثانوية في راسو، وانتقلت بعد ذلك إلى نواكشوط ودكار وجنيف والرباط في المغرب حيث كملت الدراسات كلها. هو الحال الأسري؟ نعم، أنا الحمد لله لي أطفال، تزوج لي أطفال الحمد لله، أسرتنا أسرة مناضلة إن شاء الله. متى بدأت الحرب ضد العبودية؟ بدأت مناهضة العبودية منذ سنة العاشرة من عمري، حين أطلعني والدي على علاقة أسرتنا بالرق، وكان والدي اكتتبني في المدرسة أنا من ضمن أطفاله، وكان في حديثه معي حول العبودية يطلب مني دراسة أمور العبودية والكفاح ضد العبودية، وهذا ما فعلت. ما هي النتائج الذي يعني أو ما هي مشاكل أو ما هي يعني المتاعب الذي يعني حصلت به أثناء الطريق؟ نعم، أولا النجاحات في مجال العبودية، كان نضالنا في حركة إيران حين أنشأناها 2008 أول حركة تفرض مناهضة العبودية، تفرض النظام الموريتاني، الحكومة الموريتانية والقضاء الموريتاني على أن يعتقل مجرمي عبودية ويزج بهم في السجن ويحكم عليهم بأحكام في السجن. كانت هذه نقلة نوعية كبيرة عند الموريتانيين، لأن قبل إيرا وقبل نضال إيرا وبيران لم يكن الناس المجرمون بالعبودية يدخلون السجن، لا. وأيضا النتائج هي أن فرضنا على النظام الموريتاني أن يسن قوانين حقيقية وردعية ضد العبودية، أصبحت العبودية جريمة ضد الإنسانية، وأصبح مجرم العبودية يحاكمون ومخصصة لهم عقوبات تصل إلى 20 سنة من السجن، هذا لم يكن قبلنا. إذن وأصبح الموريتانيون يخافون يخفون ما يمارسونه من العبودية. هذه ما يخص النجاحات. ما يخص المصاعب كثيرة، لأني دخلت السجن كثيرا، 5 مرات أو 6، وزملائي دخلوا السجن وقمعوا وعذبوا وضربوا وشردوا وفقدوا أعمالهم وفقدوا دخلهم ونساءهم وذكورهم كلهم سواء في ذلك. هذا الحال هل هو يختص بقبيلة معينة أم لجميع الموريتانيين؟ حالة العبودية لا، حالة العبودية على شقين. شق العبودية الذي يعني البيضان، العرب البربر، ليمور، سفربة، هذه عبودية قاسية و قروسطية تقليدية، فيها العبد يعمل ليل نهار ولا يملك شيئا
ولا يستريح ويضرب ويهان، وإن كانت امرأة أو بنت تغتصب وتعذب مع العمل أعمال الشاقة. ولكن العبودية في البولار أو السونينكة ليس هناك تشغيل وليس هناك تعذيب وليس هناك اغتصاب وليس هناك نزع ملكيتهم يملكون، ولكنهم يعتبرون في مخيلة المجتمع وفي قاموس الشرف عند المجتمع وفي النظام الاجتماعي يعتبرونهم أسفل السافلين، وهم في طبقة مغلقة لا يتحسن حالها بالمنظور الاجتماعي، ولو ان تحسن حالها اقتصاديا وتعليميا ولكنها تبقى موصومة بالعبودية. هذه تجذر العبودية العميق في سونينك والبولا، ولكنهم لا يضربون العبيد ولا ينزعون ملكيتهم ولا يغتصبونهم. شكرا جزيلا برام الداعي والعبيد، والله سألناه وأجاب كما ينبغي، ونسأل الله عز وجل أن يواصل هذا المنشاء وأن يواصل هذا النضال ليقوم به. وما تلقى من المصائب والمشاكل إلا أنه تحمل. نقول له جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله. ما قلت في مريم الشيخ صامبا جانك زويرات لجدو وفلا يروف وفلا جانجي فيلا إنجلي صامبا جانك المكشوت سيد مستد المكشوت. اوكي يو فن موي سفيف الكتراب فن لي دفالي ليس ناسيونال ولا ليس ديبارتمونتال مان سما ليس ليس ناسيونال. اوكي طب لا يغي حسب صلاه يانغي دوغ اك اسامبلي ناسيونال لان مو نارا نيك سا تخواي اسكو جيغين ني غي تخاول ولا بوبولاسيون ييب ولا داو ني غي تخاول مان دفنا لي بوبولاسيون بي في سي موريتاني سي سون توس دي ميني نيوم ييب ام سين دووا كسوا غور جيغين خالي نون في موريتاني ام كوم ساخ فريمان ni wax pay lol maintenant ga on lit pour que nous am pay d'abord ni ko xamni dafa am justice pour ñep, mais ci lol yeb fi jigeen ñoo fi gëna demé ñoo fi gëna ñak ni wax loi nax jigeen moy lepp tant que jigeen amul place ci Mauritanie nax jigeen mo moy def tant que jigeen amul fi place Mauritanie da ken mo fi am place am do moy nax ko jël mo jigeen def ko ci kanam jigeen mo mo xam ko lew moy tayé mo mo nek ci foyer moy xey moy compte mo xam ne ko taxawul bu dé jigeen taxawul ay droit taxawul dara mo taxaw fi ci moy tayé lolu mo ko moy def. Un peu en français, quel est votre programme spécial au nom du parti avec lequel vous êtes élu à l'Assemblée nationale? Notre programme, c'est le programme de droit de l'homme. On veut enlever l'injustice ici en Mauritanie, que tout le monde soit égaux devant la justice mauritanienne, qu'il soit Hartani, Bidani, Soninké, Wolof ou même Bambara. Voir défendre leur liberté. Parce que ici, bientôt, on sera, Inch'Allah, tous dans une grande prison qui s'appelle la Mauritanie. Parce qu'on a pris le droit de critiquer le président, ni le juge, ni le bientôt. On a même pas le droit de critiquer le ministre, ni même le simple citoyen. اسم الكريم؟ أنا اسمي قامة 18. قامة 18، إن شاء الله تحدثنا إن شاء الله دور المرأة في الجمعية الوطنية إن شاء الله. دور المرأة في الجمعية الوطنية. دور المرأة
ارفع صوت الصوت. كان دور مهم في المرأة يعني ما كان عندها حق، هي كانت معلومة درجة هي أولا بعد الإعداد هي عن راسها وعن المرأة بصفة عامة، المرأة ملتهم ضحت جميع أشكال الملتهم ظهر من الاغتصاب، دائما تعرضت اغتصاب وعرضت الشواذ التطبيق وعرضت التعذيب وتشويه الناس ليش، ودورنا احنا كبرنامج طبعا المرأة في أشكال أول كفي تغيير شو؟ كل عمنا فاتخذ تغيير المرأة فالراجل عندنا نشعر من المميار وعندنا ياسر من الشيكان قوانين غير مكتاني قوانين اللي أحب على ورق أول المرأة للغانو المبروح نارت وصوت عليه كبر بيه حصل المرأة أشكال تعذيب أشكال فرنا مشكلة وجبرة نابو كلام وتوقع ميزات وتوزيع وتوقع رئيس وتوقع إذا ما جت المرأة يدي تبني مجتمع المرأة يدي المجتمع كامل. عندكم الطموحات في المستقبل إن شاء الله. عندنا طموحات إن شاء الله. إن شاء الله. برنامج إن شاء الله ونجح رئيس نعم الدولة عود إن شاء الله وزير عود السفينة لو دراجي معنا إن شاء الله على نجاح إن شاء الله نجاح. راجل جزاه الله وهو خير يعطاني المرأة حطاني موريتانيا كاملة بصفة عامة وفلاني اليوم ذا كامل طبعا من الوعود في البرنامج يسمعوا أصوات كاملات حصل منهم قاري ومنهم ما يقاري بما أنه واحد أقل محدات منها قاري وعندهم دوات وخارج محدات منها يقاري يسمعوا صوت في البرنامج موريتانيا. رسالة إلى الشعب رسالة للشعب لأن الشعب يتوحد عن الشعب يقول عبد التغيير أي غير لا مرة رسالة المرأة أنها تقوم تدافع عن حقها في هذه الدولة عن حقوقها كاملة غير ناقصة حقوقها في التوظيف حقوقها في البرلمان حقوقها في كل شيء لما تقوم اليوم تدافع عن حقها لا لي ولا حد طالب الشعب الثاني كامل عن الوقت كامل بسرعة عدم التغيير خلق لا التغيير تغيير كابتن زمن الانتخابات يريد اللي ما ياخذ التغيير ما لا ياخذ القاع حولنا لا ياخذ ويقعد لاحظ على ورق. شكرا جزيلا. Thank you.